عمل فرح ولا مولد السيد البدوي وكلفه 20 مليون جنيه. اتعمل على مساحة 5 فدان واللب والسوداني والزينة تكلفوا ملايين، وأكل الناس في الفرح 8 طن لحوم. يا ترى مين الحاج توفيق رشدي صاحب الفرح وجاب الفلوس دي كلها منين؟ حكاية أكبر فرح في مصر اتكلف لوحده 20 مليون جنيه وحضروا أكتر من 50,000 شخص. كل ده اتعمل علشان يفرح العريس والعروسة. الإضاءة لوحدها كانت بمليون جنيه، غير الأكل اللي اتقدم للضيوف في الفرح. 8 طن لحوم اتطبخت على إيد الطباخ المشهور عمر مسعد، أشهر طباخ أفراح في مصر. ده غير التسالي واللب والسوداني اللي اتقدموا للضيوف وتمنهم عدى المليون جنيه. واحنا بنتكلم عن فرح عائلة الحاج توفيق رشدي صاحب سوق مواشي بالقاس، واللي عزم 50,000 واحد في الفرح، وبقى الفرح معروف بمليارات الحاج توفيق رشدي، وده كان سبب رئيسي في تأجيل فقرات كتير جوه الفرح. وكان المفترض يطلع على المسرح مطربين شعبيين كتير مشهورين منهم محمود الليسي وحسن شاكوش ومسلم وغيرهم كتير، بس اتأجلت فقراتهم بسبب الزحمة والخوف من التدافع اللي كان ممكن يحصل. والفرح ده حضروا كبارات البلد، وتقريبا البلد كلها كانت معزومة تحضر فرحة بنت الحاج توفيق. وطبعا الفرح ده بالذات بقى ترند السوشيال ميديا دلوقتي، والكل مالوش سيره غير اللي عمله الحاج توفيق لبنته في الفرح، خصوصا انه ما كانش فرح عادي، ده حرفيا اكبر فرح في مصر. وطبعا الفرح ده بالذات بقى ترند السوشيال ميديا دلوقتي، والكل مالوش سيره غير اللي عمله الحاج توفيق لبنته في الفرح، خصوصا انه ما كانش فرح عادي، ده كان اكبر فرح في مصر. والجمهور اتقسم لاثنين، ناس شافت انه حر يفرح بطريقته وبالشكل اللي هو عايزه، خصوصا انهم قالوا انه راجل محترم وصاحب اكبر سوق مواشي في البلد ومعروف وحبايبه كتير ومفيش واجب بيفوته، وعلشان كده الكل حب يوجب معاه فرح بنته، وانه كان لازم يختار مكان كبير يسع الناس دي كلها، وانه مغلطش خصوصا انه عمل فرح في سوقه. وبلاش الناس تستكتر الفرح على حد، لكن في ناس تانية كانوا بينتقدوا اللي عمله حاج توفيق رشدي وشافوا ان الفرح كان مبالغ فيه، وقالوا يفرح بطريقته لكن فين حق الدولة، ومنين جاب مصدر الكهرباء بتاعت زينة الفرح، وفين ترشيد الاستهلاك اللي الدولة بتحكي عنه وحق الدولة من الضرائب. ده غير انهم انتقدوا كمية الاكل اللي اتطبخت في الفرح واللي عدت 8 طن لحوم، بس غير الخضار والرز وغيره، وشافوا انه مبالغ فيه. وفي ناس طلعت قالت الفرح اتلغى وما كملش بسبب الاعداد الكبيره اللي كانت موجوده في الفرح، بس الفيديوهات بتاكد ان فرحه الحاج توفيق رشدي ما حصلهاش حاجه، وحضر اكبر معلمين في مصر في الدقهليه وكل محافظات مصر. وعلى فكره تجار المواشي في مصر كلهم معروفين بافراحهم، وخصوصا النقطه اللي بيتزف بيها العريس، بتلاقي الفلوس نازله عليه زي المطر، واقل نقطه معديه الوفات، بس ده برضه يعتبر واجب، وصاحب الفرح في اقرب فرصه بيردها، يعني تقدر تقول عليها جمعيه ودايره. قول لنا بقى لو انت من بالقاس حضرت الفرح ده ولا لا، وهل تعرف حد من هناك، وايه رايك في اللي عمله الحاج توفيق رشدي؟